مرحبا بكم مع أم ولا بنت. اليوم بسكوي ميلة حلا، كيف كيفكم؟ شخشخ زدة كيف كيف ومسوح ولا أروع حاجة بنا ونضافها في ميزون. ما تنسيوش لايك وبارتاج، نمشيو بعضنا نشوفوا الطريقة. خديتوني السلاديه نتاعي، خديت كعبتين بايض، زوز صوابع حطيتوني الفخوماج هذا قدامكم مثلث، مغرفة كبيرة خدل، باش نضيف عصرة صغيرة قارص، ناخذ كعبة صغيرة ونقسموها ونعصروا معناها الشطر نتاعها، باش ناخذ هوني زبدة زبدة كيف كيف، تقريبا مغرفة كبيرة زبدة، شوية فلفل أكحل، شوية معدنوس، سمعوا أي معدنوس سامحوني، تنجموا تعوضوه بالنعناع كان تحبوا، معدنوس شايح، وباش نضيف زايد شوية البهار الهندي اللي هو الكوري، 4 مغارف كبار تقريبا زيت زيتونة، وشوية كيلو زعتر، كعبة ياغورت طبيعي. وبعد هوني مهم برشا، احنا نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم قبل ما نضيفوا الفارينة. ضفت انا تقريبا 350 جرام فارينة، نعجن الكل بالباهي مع بعضه ونلمد البات، ومن بعد نحلها على زوزة اوراق معناها بابي كويسون، ونحط الشكل اللي نحب عليه انا، معناها جوست نلمدو ما نعجنوش، نلمدوها وكاهو. الاشكال تنجموا تعملوا حتى بالسكينه الاشكال اللي ما عندكمش عليها قوالب، سينو اي قالب عندكم في الدار تنجموا تعملوا به الاشكال هذا. انا عملت تبيق يعني بالاشكال المختلفه هذه، حبيت زيدها للصغار خاطر يحبوا ديما البسكوي هذايا كي نعملوا. ذيك علاش معناها مش اول مره نشارك معاكم، سورتو ما شافوش الفيديوهات، تنجموا تستفادوا زاد من الفيديو كي انا ننزله ان شاء الله نفيدكم. هوني الاشكال كيما تحبوا انتوما. وبعد خفيت الباقيه نتاع العجينه، عملتها هي انا حليتها هيك بالسكينه في شكل مستطيل، ولفيتها بالشكل هذايا على معناها البلاتو نتاعي. الفور 180 درجه، لازم يكون سخون من قبل، تبيق ما شاء الله خير وبركه. كيما قلت لكم اشكال وانواع، زاده حبيت هيك ننوع المره هذه، ناخذ اصفر عظمه شويه خل، نخلطهم بالباهي كل مع بعضهم، وبعد باش ندهن هيك من فوق البلاتو نتاعي لون اللي باش ندخله للفور. من بعد تنجموا تزينوا سينو، جلجلان، بذور الشيا، بذور الكتان، قلوب اللي تحبوا انتوما، تنجموا تزينوا البسكويت نتاعكم. المهم العجينه، انا ما شفتوني ما حطيتش الملح على خاطر حطيت الفخوماج، الكل ما نحبش يكون مالح، شنو تحبوه مالح برشا برشا تنجموا تضيفوا نص مغرفه صغيره ملح في العجينه. سي باغتي للفور، هذايا تبيق الاول وتبيق الثاني زاد كيف كيف، باش نوريكم من بعد محضر والكل. حبيت نلف هكا بالشكل هذايا ونعمله بجرجلين كيما قاعدين تشوفوا بالضبط في الفيديو. المهم بالنسبه لي انا 25 دقيقه على 180 درجه، خاطر ديما تسالوني تقولوا لي معناها انا نعطيكم الكويسون نتاع الفور نتاعي لاني نعرفه، دونك 25 دقيقه 180 درجه، ممكن انتم 180 درجه ربع ساعه 20 دقيقه، هاكا ديما تتفقدوا نراه هكا احمر بالباهي البسكويت نتاعنا، نحرجوا البلاتو نتاعنا. المهم ديما خاطر ما نجمش نجاوب معناها نقول لكم راه 25 بالنسبه للناس الكل، خاطر كل واحد والفور اللي عنده، جست هاكا نعطيكم التقريب وانتم ديما تتفقدوا. كملنا حضرنا حطيناه هكا في الطبيق خير وبركه كما قاعدين تشوفوا، خصوصا الاشكال معناها متنوعه والكل، حتى الصغيرات يشيخوا عليها، بسكويت بنين برشا مفوح زاده كيف كيف. تنجموا تضيفوا ثوم البودر، تضيفوا النعناع، تضيفوا القرفه زاده، راهو بالنسبه للعجينه تنجموا تحطوا ليجو اللي تحبوه انتم، معناها النكهه اللي تحبوه انتم، تحطوا بزيت كيلو زعتر، يعني ديما اختياري يرجع لكم انتم، تنجموا تحطوا لها هريسه، تحطوا الطماطم، يعني انا ديما نبارتاجي معاكم العجينه، ومن بعد نعطيكم طريقتي ونعطيكم زاده كيف كيف انتم تنجموا تبدلوا. نحبكم برشا الناس الكل، ما تنسيوش كالعاده جربوا الغسيل ورجعوا لي بالتعليقات. ربي يفضلكم، شكرا لكم الناس الكل على تعليقاتكم الحلوه وعلى محبتكم، ربي يفضلكم بسكويت مالح باي ام ولا، نحبكم برشا في امان الله، ما تنسيوش تجربوا الغسيل.